السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده يا دكتور لاباس؟ الحمد ربي وشكره لله. لا إله لاباس كلشي مزيان ولله الحمد والمنة. شكرا كنشكرك بزاف على هذا البرنامج القيم دكتور. أكرمك الله لاله سهام. بغيت نسولك يا دكتور. إيه لاله. أنا كنعاني من واحد الحالة ديال الوسواس القهري. ما شاء الله. واخا عالجت الطب النفسي وهادي ما تحيدليش. ما شاء الله. بغيت الو. هي كنسمع لاله سهام. بغيت نسولك يا دكتور بحال دابا هاد الخواطر الشيطانية اللي كتجيني. هي بحال الخواطر اللي كتجيك سهام؟ اش كيقول لك راسك؟ اش كيقول لك هاد الوسواس؟ بحال دابا كيجيني كيمشي لواحد الشخص اللي هو عزيز عليا. مثلا الا درت واحد الحاجه غادي نضر داك الشخص. نعم هادي هي الحاله اللي كتجيني بالوسواس قريب من غير هادي. سهام مشيتي عند الطبيب اش قال لك الطبيب؟ قال لي خص المده تكون طويله. قال لي غادي تحايد ولكن خص طول. يعني العلاج غياخد وقت طويل. وطويل انا كنت لقيت معاه شي عامين. طولت عامين ما شاء الله وما كملتش. سهام شحال العمر ديالك؟ 42. عندك شي وليدات؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يشافيك ويعافيك لاله سهام. وفي العلاقة الزوجية بينك وبين زوجك مرتاحة ولا عندكم شي مشاكل شي صعوبات؟ شوية شوية ما شاء الله. ولاله سهام ما تخافيش هذا الوسواس اللي هو يا حتى هو من قدر الله. ربي عز وجل هو اللي خلقه وخلقه لكي يبتلي العباد المؤمنين. هو نوع من المرض ولكن العلاج منه بسيط. كاين العلاج الطبي اللي عن طريق الأدوية أقراص ومهدئات كيتناولها المريض. ربما كيقول الطبيب كيشخصه بأن واحد المادة ناقصة في الدماغ أو في الدم أو في الجسد كي يأكل ذلك الدواء وكيعاود يملأ الفراغ أو النقص اللي كاين في الجسم. هذا التفسير الطبي. نعم. وكاين تفسير آخر اللي هو روحي. كنعتبر بأن هذا الوسواس هو كائن غير بشري، كائن من العالم الآخر. نعم. وكيتسلط على الإنسان، يتسلط تسلط الجنية على الإنسي، يتسلط عليه. وكيجينا عندنا واحد في الصلاة خاص بالصلاة، عندنا كاملين حتى الناس الأسوياء عندنا في الوضوء في الصلاة، واحد في الوضوء كيقول لك بلاتي باقي ما توضيتيش باقي نقصتي هذا، وواحد كيجينا خطير في الصلاة كاملين كيجينا غير كنقولوا الله أكبر كيقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، وكتبقى تفكر ذا الشيء اللي وقع. هذا وسواس عادي عند الجميع، لكن الوسواس ممكن يتحول إلى قهري من اللي كيدخل العظام ديال الإنسان وكيستقر لي في الدماغ وكيبدا يوحي لي بافكار ظلاميه. دابا هنا كيبغي يعذبك يقول لك فلان انت كتحبيه، ربما قد يكون زوجك او ابنك او احد مقربين، وانك الا اقتربتي منه غتاذيه. هذا غير وسواس غير خوف. الوسواس يا سهام كيقول العلماء بانه لا يضرب ولا يقتل ولا يجرح ولا يسرق، ما يدير والو. اش كيدير؟ كيدير غير خوف. هو نوع من الخوف. الوسواس نوع من الهواجس المخيفة، دائما تتوقع الأسوأ. هي غير مشاعر، القضية كلها غير في الفكر أو في الخيال، أما في الواقع راه غير موجود أصلا. هذا الخوف هذا كما قال الله تعالى، قال لك من الشيطان ليخوف الذين آمنوا، يخوفهم كده فيهم الفزع. ربي عز وجل أخبرنا قال لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. قال إلى أن قال الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما كاينش الخوف. باش غنوصلوا لهذا المقام أنني ما نخافش لاله سهام، كيف الطبيب قال لك واحد الأدوية غتاكليها في الصباح وفي المساء، ثلاثة الحبوب في الصباح، ثلاثة مع الغداء، ثلاثة مع الليل، كذلك هناك دواء روحي لعلاج الوسواس. أننا نقرأ
قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، نقرأها في الصباح وفي المساء وأيضا في وسط النهار. نقرأ هذه الآيات كتسمى المعوذات، المعوذات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذو كلهم آيات فيها الاستعاذة. هذه الآيات ملي كتقرأ من أعماق القلب راه كيخرج منها واحد النور فيصيب ذلك الوسواس، هو قريب منك يحوم حولك. راه بعض العلماء اللي عندهم واحد التقنيات عصرية متقدمة لرصد الحرارة والطاقة لقوا فعلا بأن الإنسان المريض حوله واحد الغمامة سوداء أو رمادية تحوم حوله، هذاك معناه لقوا بأن مخلوق غريب حولك يحوم حولك وهو اللي يقول لك هذه الكلمات. حينما تقرأين الآيات القرآنية فإن الكلام يخرج من فمك عبارة عن نور فيصيب تلك الكتلة الرمادية أو السوداء فيدمرها، كتعود تحترق فتصبح رمادا. وهذا علميا ثابت الآن، خبراء في علم الطاقة لقوا بأن الإنسان الذي عنده وسواس هو فقط فقد الطاقة النورانية وهجمت عليه طاقة أخرى معادية، ولا عنده صراع بين طاقته والطاقة المجاورة. هذه الطاقة احنا كنسموها في الدين بأنها الإيمان، نقوي الإيمان ديالنا للسهام وأتقوى في ربط قلبي مع خالقي، نخلي القلب ديالي متصل بالله حبل الله المتين، وما نخافش، نعرف بأنني لا أخاف من أي شيء على الإطلاق، لا أخاف من الفقر، لا أخاف من المرض، ولا أخاف من الهواجس، هذه غير هواجس على السهام. جعل لسانك دائما رطبا بذكر الله، دائما قولي سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الشكر لله، الحمد لله، دائما اللسان خدام هكذا، وهذه كتعطي الطاقة، كتولد الطاقة النورانية، كتلقى الإنسان الذاكر مطمئن القلب، ما يقدر يقرب ليه الشيطان، اللي بغى يقرب منه كيتحرق. سيدنا عمر ابن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت طريقا وكان الشيطان في ذلك الطريق لفر منك من شدة إيمانه ويقينه. ملي تشعري بعض المرات كيغلب عليك وكيبغي يتحكم فيك بقيت تقولي أختي سهام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته، كنقول هذه الكلمة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته. هذه الكلمة الربانية تحرق كل مخلوق خبيث يدور حولك، وربي عز وجل يحفظك ويحميك لأنك استعدت بعظيم، استعدت بالله تعالى. الله يشافيك للسهام، نصحك تبع الطريق ديال الذكر، وإن شاء الله تعالى أياما معدودات أو أسابيع معدودات غتعودي بصحة وعافية جيدة، وتعودي إن شاء الله أكثر تفاؤل وأكثر حركية وأكثر نشاط وأكثر إقبال على الحياة. حفظك الله ورعاك أختي سهام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.